السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنشكروا هبة بريس على هاد المجيء ديالها وحضور ديالها لهنايا. بالنسبة لهاد الفاجعة الحمد لله ولي الحمد، كاين شي حاجة ديال الأرواح بالنسبة للقنطرة الفوقانية اللي مليه، وبالنسبة لهنايا الحمد لله ما كاينش شي هاد الأضرار اللي تتشوف. بالنسبة للقنطرة مشات، والقنطرة باقا في المحل ديالها. هي القنطرة غير وقع عليها داك الانهيار ديال هاد النخل وهاد المسائل اللي هذا عمرت عليها. لما عمرت عليها طلعت فوق البنيه ديال القنطره، ثم الجريف ديال التربه تنهار. لما نهارت يعني قسمات هذا من القنطره بقى على المستوى ديالها، يعني صالحه مزيانه بالنسبه للبشريه. هنا ما الحمد لله ما وقع لا خسائر لا والو. كانوا رجال الامن هنا الحمد لله واقفين بصرامه، ما تخلوش حتى يتجاوز الحدود ديالو، ولكن الحمد لله كانت الامور غادا على احسن ما يرام. هذا هو المهم. الخسائر هذه تكون خسائر ماديه، بالنسبه الحمد لله ما كاينش خسائر بشريه. بالنسبه لهذا الحجز اللي من هنا يا راه الحمد لله هذاك راه من اهم ما يكون. هذا هو اللي كاين الدوسه. وتشكروا هبه بريس على المجيء ديالها لهنايا وعلى الفجعه اللي وقعت في هذا الطاطا، والحمد لله ولله الحمد. وتحياتي وشكرا لكم.